أنا اسمي يوسف عمر فاروق، طالب أول متوسط، عمري 13 سنة. أحب الرياضة وأحب لعبة التنس، من كنت صغير أطمش على أبويا وعلمني عليها، وهي تصعد اللياقة البدنية، وأنا كل شيء أحبه من ممارستها حبيت بعد أكثر. أنا ألعب تمرين وأبوي ساعدني من كنت صغير ووصل هاي المرحلة، وإن شاء الله حقق حلمي إنه أصل بطل عراق. راديو الغد، وطن يمتد.